أمنيتي في العام الجديد أن أصرف الدولار بما يعادل 100 ريال يمني. الشيء الآخر، تنتهي الحرب، ينتهي الحصار على مدينة تعز واليمن بالكامل، ونتمنى أن يعيش الشعب اليمني بسلام. أمنيتي في العام الجديد أن تكون اليمن وعامة تعز خاصة في أفضل حال وتنتهي هذه الحرب والمعاناة التي يعيشها أبناء الوطن من شماله إلى جنوبه، أن يكون عام 2022 هو عام سعيد لكل الوطن ولكل الوطن. أمنيتي بالعام الجديد أنه تفتتح منافذ تعز ونحتفل احتفال كبير بتعز. أمنيتي أنه تظل منتزه تعز منتزه قلعة للثقافة وللمتنفس الجميل. أمنيتي بالدرجة الأولى طبعاً يفتك الحصار عن تعز، هذا أمنية كل تعزي أو كل يمني حر، لأنه الطريق حق عام والمدينة عانت كثير. ربما هي أمنية كل عام 7 سنوات، ونحن نتمنى هذه الأمنية أنه يفتك الحصار عن تعز ويتخفف الضغط عن المدينة. أمنيتي أنه يعم السلام والأمان لليمن عامة، وأن الناس تتحرر من كل مخاوفه ويعود النازحين إلى بيوتهم ونعيش بكرامة. أتمنى أن تكون اليمن بألف خير، أن تتعافى، أن يكون الوضع يعني إلى الأمام دائما، وأتمنى أن يستمر الوضع على ما هو عليه، ليس فقط قد تكون مثلا هناك حماس اقتصادي وهبوط دولار وصلاح وضع وكذا، وبعد كذا يكون بفخ ونرجع عايش ترجع حليمة لعادتها القديمة. أمنيتي بالعام الجديد أن المواطن يعيش بازدهار وبرخاء، أن المواطن يلامس القرارات الملموسة في القوارب الاقتصادية المدنية السياسية، يعني أن ننتقل من عام 7 سنين كانت فيها عقاب إلى عام يعني نحصل فيها الراحة والرخاء، قيس الشعوب قيس البقية، يعني نتمنى أنه يكون عام غير كل الأعوام، عام انفراج إن شاء الله يا رب. أتمنى أن تفترق الهمة والغمة على الشعب اليمني ذا كامل وعلى العالم والعالم الإسلامي، ويفتك حصار مدينة تعز. أول المطلب الأساسي الذي نحن نشوف العام هذا أنه يفتك حصار تعز. الحقيقة أمنيتي في العام الجديد أنه يفتك الحصار على مدينة تعز بشكل مباشر أو بشكل مستعجل. ثانيا انتهاء الحرب، هذا من أهم الأمنيات التي نحن كمواطنين نسعى للحصول عليها، وأيضا للشعور بالأمان على مستوى يعني.